ميرات وقدمت بلاغ للشرطة قبل ما يرحل عن الدنيا بأيام. ناس كتير اتعاطفت معاها وبتقول إن اللي حصل ده كان سبب في رحيله. كلامي هنا عن الفنان أشرف مصلحي اللي رحل عن دنيتنا بعد ما كافح الكانسر 3 سنين لحد ما اتهزم وما قدرش يكمل في الحياة. ليه الوسط الفني كله حزين على رحيل أشرف مصلحي وهو عنده 49 سنة فعلاً؟ ليه مراته المخرجة منال الصيفي قدمت بلاغ قبل ما يرحل بأيام؟ هل مشكلتها وقتها اتحلت؟ طيب إزاي كان بيتعالج في بيته وما تنقلش المستشفى؟ حكايات وأسرار كتير عن رحيل أشرف مصلحي هتعرفوها معايا في الفيديو ده. كان أي أزمة تانية بيعاني منها الفنان الراحل أشرف مصلحي قبل ما يفارق دنيتنا غير الأزمة الصحية ومكافحته الكانسر، وبسبب الأزمة دي مراته المخرجة منال الصيفي ما سكتتش وصعدت الموضوع، بس ما كانش في ايديها حاجة تعملها والروح صعدت للي خالقها. كواليس الأزمة دي هقول لكم عليها في باقي الفيديو. المخرجة منال الصيفي قررت تعمل مستشفى لجوزها الراحل أشرف مصلحي جوه البيت، ده الموضوع وصل إنها عملت له رعاية مركزة كاملة علشان تراعي حالته ويكون تحت عينيها، والدكاترة يتابعوا معاها تفاصيل حالته. يمكن بقى كانت خايفة عليه من أجواء المستشفى، أو هل ده كان طلبه في وقت أزمته الصحية؟ جايز، لكن هي ما رضيتش ليه البهدلة وقررت يكون علاجه في بيته، ولما يحصل رحيل يكون في بيته ووسط أسرته والكل حواليه. اللي يسمع كده يستغرب، بس عادي لو كل الإمكانيات متوفرة وقادر يتعالج في البيت ليه لأ؟ لكن الفترة اللي فاتت كان في أزمة عامة على الكل كانت بتساهم في تأخر حالة أشرف مصلحي، وبسببها مراته قدمت بلاغ. كلنا عارفين أزمة انقطاع الكهرباء على الكل في مصر، وده علشان ترشيد الاستهلاك، وكمان مع ارتفاع درجات الحرارة بتحصل مشاكل في محطات الكهرباء ولازم طبعا يحصل تخفيف أحمال. الوضع ده موجود من فترة ومازال علشان ده العلاج بتاع المشكلة دي دلوقتي، وعلشان أشرف مصلحي بيتعالج في بيته ومش في مستشفى وفي أجهزة متركبة ليه، بما إن في عناية مركزة في بيته كانت كل حاجة بتتأثر مع انقطاع الكهرباء عنده. منال الصيفي اللي هي المخرجة المعروفة ووالدتها الفنانة الراحلة زهرة العلا قررت تصعد المشكلة دي، وكان كل طلبها إن الكهرباء ما ينفعش تقطع عندها. راحت مقدمة شكوى في مجلس الوزراء، وكمان استغاثت بسبب قطع الكهرباء على جوزها وعلى جهاز التنفس الصناعي، وقالت طيب الكهرباء قطع والشكاوى مرفوعة من الخدمة، وعندي في البيت حالة مرضية بتستخدم أجهزة تنفس بتشتغل بالكهرباء وحالة مش سهلة، الحل إيه؟ كده حرام. استغاثة منال الصيفي خلى الدكتور أشرف صبحي نقيب الممثلين يتدخل، علشان أشرف مصلحي كان بيعمل 3 جلسات تنفس صناعي كل يوم، ومش طول الوقت على أجهزة التنفس الصناعي بس بيحتاجه وهو تعبان، ولما الكهرباء قطعت وهو على جهاز التنفس اضطرت ان هي تقدم شكوى لمجلس الوزراء. هي ما كانتش عارفة تشتري جهاز مولد اللي بيشغل الكهرباء ولا عارفة تتصرف ازاي، لحد ما أشرف زكي اتصرف وكلم ناس كتير ووقف جنبها والكهرباء رجعت، وطبعا شكرته على وقفته دي. بس نتيجة الساعة ونص اللي الكهرباء قطعت فيها كان أشرف حرارته ارتفعت، وده خطر عليه وقتها. أشرف مصلحي رحل بعد صراع مع الكانسر، وفنانين كتير كانوا جنبه وطلبوا له الدعاء بالرحمة زي أمير كرارة، محمد هنيدي، عصام السقا، وهند صبري، وإنج علاء، ودينا، وشريف منير، وسليمان عيد، وغيرهم. أشرف مصلحي واحد من نجوم السينما والتلفزيون، قدر يصنع اسمه في وقت قصير وقدم أعمال فنية، واشتهر كمان بدور الضابط في أعمال كتير زي تيتو وخالة فرنسا ومسلسل كلبش وغيرهم من الأعمال زي الرهينة وجواز بقرار جمهوري وأسرار البنات وسحر العيون وأول مرة تحب يا قلبي والحياة في منتهى اللذة ووش إجرام والعيال هربت والجزيرة وغيرهم كمان. وكان آخر أفلامه هروب مفاجئ سنة 2017 ومسلسل الطاووس سنة 2021. الله يرحم أشرف مصلحي ويصبر أسرته وكل اللي بيحبوه.